رحيل الفنانة أحلام لجريتلي عن عمر يناهز 70 عاما. رحيل الفنانة أحلام لجريتلي عن عمر يناهز 70 عاما. بعد وفاتها قصة 25 عاما بين أحلام لجريتلي وزوجها مهذب بيكتب لخواطر. شقيقتها فنانة شهيرة وهذه أبرز أعمالها. 10 معلومات عن أحلام لجريتلي. وفاة الفنانة المصرية أحلام لجريتلي عن عمر يناهز 70 عاما. تشيع جثمان الفنانة الراحلة أحلام لجريتلي عقب صلاة الظهر غدا. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نصل بهذا الفيديو إلى 9000 لايك. لو بتحب أحلام لجريتلي ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع أحلام لجريتلي. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. رحيل الفنانة أحلام لجريتلي عن عمر يناهز 70 عاما. نعت نقابة المهن التمثيلية رحيل الفنانة أحلام لجريتلي التي وافتها المنية مساء اليوم الأحد عن عمر يناهز 70 عاما. أحلام لجريتلي هي الشقيقة الصغيرة للفنانة أنعام لجريتلي، وتميزت بأدوارها المتعددة في الدراما التلفزيونية، كان أبرزها وآخرها مسلسلات الفتوة، مسلسلات الفتوة البرنس، وهذا ما قدمت من أعمال متعددة على مدى مشوارها الفني الطويل. تشيع جثمان الفنانة الراحلة أحلام لجريتلي عقب صلاة الظهر غدا. قررت أسرة الفنانة الراحلة أحلام لجريتلي تشيع جثمانها اليوم الاثنين عقب صلاة الظهر من أحد المساجد بمنطقة العباسية. وكان الموت قد غيب أحلام لجريتلي عن عمر يناهز 70 عاما. قدمت الفنانة الراحلة العديد من الأعمال التلفزيونية والإذاعية والسينمائية، منها مسلسل حكايات المدن دنش، ومسلسل من أطلق الرصاص على هند علام مع نادي الجندي. وشاركت أحلام لجريتلي في إحدى حلقات مسلسل لحظات حرجة ومسلسل السندريلا، واشتهرت بدبلجة الرسوم المتحركة، كما شاركت في أعمال أخرى كثيرة. جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة أحلام لجريتلي هو مسلسل لؤلؤ الذي عرض في الفترة الماضية بطولة مي عمر وأحمد زاهر وإدوارد ومحمد الشرنوبي وإخراج محمد عبد السلام. ويعرض لأحلام لجريتلي حاليا مسلسل اللعبة الجزء الثاني من إخراج معتز التوني وتأليف أحمد سعد والي، ويتولى بطولة المسلسل الفنان هشام ماجد وشيكو ورانيا يوسف وميرنا جميل ومي كساب ومحمد ثروت وغيرهم من الفنانين. وفاة الممثل المصري يوسف شعبان إثر إصابته بفيروس كورونا. توفي الممثل المصري الكبير يوسف شعبان حسب ما أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر. وتدهورت صحة شعبان بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. وقالت نقابة المهن التمثيلية في مصر يوم الأحد 28 فبراير شباط 2021 إن الممثل يوسف شعبان توفي عن عمر يناهز 90 عاما متأثرا بفيروس كورونا المستجد، بعد مشوار طويل قدم خلاله أكثر من 100 فيلم وعشرات المسلسلات التلفزيونية والإذاعية، إضافة إلى الأعمال المسرحية. وكان الراحل قد أصيب بفيروس كورونا المستجد قبل أيام، وتم نقله للعلاج بالمستشفى بعد تدهور حالته الصحية. ولد يوسف شعبان في حي شبرا بالقاهرة في 16 يوليو تموز 1931، وكان والده مصمم إعلانات في إحدى الشركات الأجنبية، ويمده بشكل دائم بالمجلات والصحف والكتب، مما جعله شغوفا بالقراءة والفنون. وبدأ حبه للتمثيل من المدرسة، حيث كان يشارك في المسرحيات التي يقدمها الطلاب في المناسبات أو الإجازات الصيفية. وبعد أن التحق بكلية الحقوق في جامعة عين شمس، انضم إلى فريق المسرح بالجامعة أثناء دراسته للحقوق، والتحق بالمعهد العالي للفنون فنون المسرحية، ورأى مستقبله في الفن، ففضل الاستمرار في المعهد وترك الكلية، وبدأ مشواره الفني من المسرح الذي قدم عليه عددا من الأعمال أثناء دراسته بالمعهد. ثم شارك في بداية الستينيات بأدوار صغيرة في أفلام، منها في بيتنا رجل وأيام بلا حب والمعجزة، إلى أن جاءته الفرصة الحقيقية في زقاق المدقة عن قصة الكاتب الكبير نجيب محفوظ.
أعمال درامية تركت بصمة كبيرة في حياة الراحل يوسف شعبان. رحل عن عالمنا الفنان القدير يوسف شعبان عن عمر يناهز 90 عاما داخل مستشفى العجوزة متأثرا بفيروس كورونا. ويعد يوسف شعبان من الممثلين الذين تركوا بصمة كبيرة في كل عمل يقدمه لجمهوره وإتقانه للشخصية ببراعة. ومن ضمن هذه الأعمال قدم يوسف شعبان شخصية حافظ رضوان المتزوج من دولت نوال أبو الفتوح المتسلطة، والتي تتسبب في الصراع بينه وبين أخوه شوقي محمود الجندي، ويحاول كل منهم السيطرة على أموال والدهما. رأفة الهجان، وهو أحد المسلسلات المأخوذة من ملفات المخابرات، قصة الجاسوس المصري رفعت علي سليمان الجمال، ولعب يوسف شعبان دور الضابط محسن ممتاز، والذي تولى مهمة تدريب رأفة الهجان لزرعه داخل المجتمع الإسرائيلي. مصدر طبي يتحدث عن تطورات الحالة الصحية ليوسف شعبان. قال مصدر طبي من الفريق المعالج للممثل المصري يوسف شعبان أن حالته الصحية غير مستقرة. وأوضح المصدر لصحيفة الوطن المصرية أن شعبان داخل العزل في الوقت الحالي بمستشفى العجوزة، وحالته تدهورت بشكل مفاجئ، ما جعلهم يضعونه على أنبوبة حنجرية من أجل انتظام حالة التنفس. وأشار المصدر الطبي إلى أن يوسف شعبان دخل المستشفى وهو يعاني من خلل في وظائف الكلى، وأنها أثرت عليه في الوقت الحالي، ما جعل الفريق المعالج له يعطيه بعض الأدوية من أجل محاولة علاج هذا الخلل حسب الصحيفة. وكانت زينب يوسف ابنة الفنان الكبير يوسف شعبان قالت في وقت سابق إن والدها متواجد في العزل داخل المستشفى ولم ينتقل إلى العناية المركزة، مشيرة إلى أن البعض توقع تدهور الحالة الصحية بسبب عدم القدرة على التواصل معه بسبب التواجد داخل العزلة. وأشارت ابنة الفنان الكبير إلى أن والدها دخل المستشفى بسبب الضغط. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي لا تنسوا الدعاء بالرحمة والمغفرة للفنانة الراحلة أحلام لجريتلي. لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.